صباح الخير جميعا، انا اسمي الدكتور سيد محمد الابير عبد المقصود، استشاري نساء وتوليد، زميل الكليه الملكيه من لندن. يسعدني اتكلم معاكم في موضوع هام جدا وهو شائع حاليا، كيف نولد العياء المريضه طبيعي بعد عمل قيصريه سابقه. القيصريه السابقه كان في زمان قول مشهور اللي هتعمل قيصريه تعمل دايما قيصريه، ده طبعا خطا، واحنا حاليا ممكن نولد طبيعي بعد قيصريه، ونسبه النجاح في الطبيعي بعد قيصريه اب تو 70%. طيب هل كل الاماكن متاحه نعمل فيها هذا العمل؟ لا، لازم يكون مكان فيه طبيب اطفال، طبيب نساء، طبيب تخدير، بنك دم، اجهزه على اعلى مستوى، بحيث لما احنا لو حصل اي مضاعفات اثناء الولاده الطبيعيه ممكن ننتقل فورا الى ولادة قيصرية. في جهاز اسمه رسم قلب للجنين، ده بيتحط على بطن العيانة طول فترة الولادة، لو حصل أي مشاكل فيه بنحول من طبيعي إلى قيصري. إذا نواحي الأمان موجودة أثناء محاولة الولادة الطبيعي بعد ولادة قيصرية. في خطأ شائع هنا، بعد ما تولد طبيعي المريضة الطبيب يخش يدخل صباعه يبص مكان القيصرية السابقة هل كويس ولا لأ. ده موضة قديمة جدا بطلنا نعملها دلوقتي، طالما العيانة ولدت والمشيمة انفصلت ومفيش دم ومفيش مشاكل لا داعي إطلاقا ان احنا نعمل حاجة زي كده. انا بشجع كل زمايل الأطباء ان بعد الولادة القيصرية نحاول نولد طبيعي عشان نبتعد عن الكابوس اللي اسمه بلاسينتا اكريتا اللي هي المشيمة المدمجة الملتصقة في الرحم. ده اول موضوع مهم نتكلم فيه.